طيب هنبدأ السطر الجديد، وهنبدأ من أي غرزة حشو موجودة في فراغ سلسلة قبل الفراغ. تمام، هنا عندي حشوين سلسلة، حشو سلسلة حشو. تمام، هبدأ من فوق أي حشو منهم وأعمل أول حشو عندي سلسلة، اتنقل لي الحشو اللي بعده، بتجاهل السلسلة اللي في النص وهعمل الحشو اللي بعده. يبقى انا عندي حشو فوق الحشو، سلسلة حشو فوق الحشو. اتفقنا؟ الباترون اتغير عن السطر اللي قبله. طيب هعمل بعد كده نص عمود في او فوق الحشو اللي عندي لحد اخر حشوين. اخر حشوين مش هشتغل فيهم، 1 2 3 4 5 6، 6 نص عمود فوق 6 حشو، 6 نص عمود فوق 6. تمام، طيب بتجاهل الحشوين اللي بعد كده والحشو اللي فوق تاني عمود. تمام، وبتنقل لي العمود اللي احنا تجاهلناه بعد الغرزة دي. تمام، ده العمود اهو، هعمل فوقيه 3 أعمدة بلف، 3 أعمدة بلف، 1 2 3، اتنقل لي العمود اللي بعده اللي احنا سايبينه. تمام، اللي احنا تجاهلناه بعد ما عملنا البريد الامامي. تمام، كنا سايبين عمود ما اشتغلناش فيه، هو ده اللي بنشتغل فيه 3 أعمدة. بنعمل فوقيه 3 أعمدة بلفة، اتنقل للي بعده 3 أعمدة بلفة. اللي بعده اللي بعده 3 أعمدة بلفة فوق كل عمود تجاهلناه فوق الغرزة اللي فيها بريد أمامي. تمام، يبقى عندنا 6 صدفات فوق 6 غرز. تمام، طيب بعد كده بتجاهل ده الحشو اللي فوق العمود او من المجموعة اللي انا فيها، وتجاهل حشوين كمان، وببدأ هنا اعمل نص عمود. ده اول نص عمود من مجموعة 6 نص عمود فوق 6 حشو، 2 3 4 5 6. اخر حشو قبل الفراغ بعمل فوقيه حشو، وبعدين اعمل سلسلة، وبعدين حشو فوق الحشو اللي بعده، وبكرر باتروني مرة تانية. بعمل 6 نص عمود فوق 6 حشو، بكرر نفس الباترون ده لنهاية السطر. خلص السطر ونرجع تاني.